هكذا. نأتي بماذا؟ هذه قلنا x تساوي و y تساوي و z تساوي، هذه التمثيل وسيطي لمن؟ ها هي أمامكم، x تساوي 4 t و y يساوي t فتحة بالأخر و z يساوي لنا كم؟ ناقص 5 t فتحة. قمنا بماذا؟ بتعويض هذه في هذا المكان وهذه في هذا المكان وهذه في هذا المكان. ماذا يبقى لنا بالداخل؟ بالداخل المجهول هو التي فتحة. وقمنا هنا، هاي عودت هنا وعودت هنا وعودت هنا كما أريكم، وقمت بعملية جداءات شهيرة، قمت بعملية النشر، فتحصلت في الأخير على هذا هو السؤال. قال أم دي أم تي بدلالة التي فتحة، هاي بدلالة التي فتحة. الآن ثم السؤال الذي قال أدرس اتجاه التغير. لو تلاحظون إلى هذه العبارة أصبحت عبارة عن دالة متغير وهو التي فتحة. دراسة تغيراتها يعني المشتقة. كما تعلمون أن مشتق دالة الجذرية، يعني هذه التي تكتب هكذا، مشتقها كم؟ هو F فتحة على 2 جذر F، يعني مشتق ما بداخل الجذر على 2 في الدالة مباشرة. نشتق هذه التي بالداخل كم؟ تعطي لنا ماذا؟ تعطينا 84، نعم تعطينا 84 تي فتحة زائد 28 وتي يذهب فتحة والعشرون تذهب على 2 في جذر نفس الدالة. نعود نكتبها 42 تي فتحة زائد 28 تي زائد 20. سنختزل، لاحظوا سنقوم بعملية الاختزال هنا وهنا. ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم كما تلاحظون هنا، ها هي المقام موجب أنه جذر. نأتي إلى البسط. بسط وش من درجة؟ بأي درجة؟ هو من الدرجة الأولى، والدرجة الأولى يعني نجعلها معادلة صفرية فقط، يعني تصبح هكذا، تصبح 42 تي فتحة زائد 14 يساوي الصفر، 42 تي فتحة يساوي لنا ناقص 14، ومنه تي فتحة يساوي لنا ناقص 14 على 42 تي فتحة يساوي لنا ماذا؟ هنا لو نقسم على 3 تعطينا ناقص 1 على ماذا؟ على 3. لاحظوا ناقص 1 على 3. الآن نجعل جدول إشارة، جدول إشارة فقط، ها هي 42 تي فتحة ناقص زائد 14 تنعدم عند ناقص 1 على 3، معادلة من الدرجة الأولى هنا هكذا، من هنا عكس ومن هنا ماذا؟ نفس. لاحظوا لو نأتي إلى وضع F يعني نكمل هكذا، تصبح هكذا وهكذا، هنا T فتحة لاحظوا جيدا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. لاحظوا هنا ماذا تصبح لكم؟ تصبح F، لماذا؟ لناقص 1 على 3، لأن قلت هذه من الدرجة الأولى. لاحظوا جيدا، لهذا ها هو يتكلم، هنا متناقصة وهنا متزايدة. نستنتج، قال السؤال الذي جاء بعده، لاحظوا قال استنتج بطريقة ثانية المسافة بين دي ودالتا فتحة. ما هي المسافة؟ بكل بساطة هي القيمة الحدية الصغرى، هي هذه هي القيمة الحدية الصغرى، هذه القيمة هي التي تمثل لنا، هذه القيمة هي التي تمثل لنا بعد نقطة عن مستقيم. وها قمنا بالحساب هنا كما تلاحظون، قمنا بالتعويض في الدالة، يعني قمنا بالتعويض في هذا المكان كما أشير هنا، قمنا بالتعويض في هذه الدالة بماذا؟ بناقص 1 على 3. لاحظوا ماذا وجدنا؟ وجدنا نفس المسافة التي وجدناها بالطريقة الأولى، ها هي أمامكم، ها هي أمامكم مكرر. إذن هنا بعبارة بالدالة. نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، قال أدرس الوضع النسبي لمستقيمان دالتا ودالتا فتحة. دالتا وماذا؟ ودالتا فتحة. لدراسة الوضع النسبي لمستويان
لاحظوا جيدا، لدراسة الوضع النسبي لمستويان، أولا يجب على المستقيمين أن لا يكونا متوازيان. إذا كان متوازيان، لاحظوا إذا كان متوازيان مباشرة نقول، لأن التمثيل الوسيطي لكل مستقيم هو هذا، هو x يساوي لنا 2 t و y يساوي لنا ناقص 1 ناقص 3 t و z نبحث عليه في المعادلة الأخرى. لاحظوا ها هو، والمستوي الذي قبله كذلك. إذن حتى نكمل، يعني نحل هذه الجملة، وجدنا تي وتي فتحة، لاحظوا جيدا وجدنا تي وتي فتحة. لما قمنا بتعويض هذه هنا وهذه هنا لم نجد أنهما نفس النقطة، يعني لم نجد نفس النقطة، ها هي أمامك، لم نجد نفس النقطة. الاختلاف أين يحدث؟ لاحظوا لو تلاحظون الاختلاف أين، لاحظوا إلى الاختلاف هو بين هذه وهذه وهذه وهذه، لا لا الاختلاف كان، عفوا الاختلاف كان هنا في الزاد، ومنه ليس لا ينتمين إلى نفس المستوى. أما إذا يكون من نفس المستوى، إذا كانت كل الإحداثيات هذه وهذه متساويتان فنقول عليهم أنهم من نفس المستوى فقط. نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، قال لاحظوا أعطي المعادلة الديكارتية للمستوي المحوري أم أن، حيث أعطوا لكم إحداثيات الأم والآن. لاحظوا ها هي أم وها هي أن، قال هو المستوي المحوري يعني يمر هنا من المنتصف ويكون عمودي. لو تلاحظون جيدا يعين المستوي بماذا؟ بنقطة هي المركز هي المنتصف، والشعاع ناظمي هو هذا في نفسه، يصبح شعاع ناظمي. لاحظوا لاحظوا إنه شعاع ناظمي، ها هو أمامكم، ها هو أمامكم. إذن لاحظوا ماذا قلت، ها هو الشعاع الناظمي أم أن، والمنتصف ها هو،